بسم الله الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وهو رب العرش العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي، اليوم بمشيئة الله تعالى، وفي هذا الشهر العظيم، الشهر المبارك، ألا وهو شهر رمضان، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق من النيران، وشهر الغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات، وتضاعف فيه الحسنات، وتقال فيه العثرات، شهر تجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات. هو شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده بأنواع الكرامات، ويجزل فيه لأوليائه العطيات. شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام، فصامه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس بصيامه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. انظروا إلى هذا الحديث. محاضرتنا اليوم عن التدبر، ومن باب التدبر هو أن نتدبر أيضا قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صامه إيمانا واحتسابا. إذا هذا الحديث ثلاث درجات، يضع الصائمين في ثلاث درجات. الدرجة الأولى من صامه، هذه درجة إيمانا، هذه درجة أخرى، واحتسابا هذه الدرجة الثالثة. ما النتيجة؟ غفر الله له ما تقدم من ذنب. إذا لابد لكي تتحصل على المكافأة، وهي المغفرة، وهي غفران الله سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبك، لابد أن تصوم إيمانا واحتسابا. الدرجة الأولى الصيام فقط هي عادة، وهناك من يأتي بالعبادة كعادة فقط، هذا يسقط عنه الفرض، خلاص لم يعد مطالبا بالصيام، هو صام. ولكن أجر؟ لا، لم يؤجر، هو أجره سقوط الفرض عنه، خلاص ليس عليه قضاء. أما إيمانا، أن تصوم وتستشعر أن هذا الصوم إيمان واجب، امتثالا، امتثالا لأمر الله، لأن الله أمرك بالصوم استشعار، يعني استشعار النية واستحضار النية، هذا يعني يقضي معي الصوت. فأنت تأكل الطعام، تمام، والطعام خلاص هو عادة، ولكن إذا نويت النية بأنك تأكل أولا لتقوي بدنك، ومن ثم هذه القوة تساعدك على العبادة وعلى طاعة الله وعلى السعي في أرض الله سبحانه وتعالى، تمام، ومرضات الله سبحانه وتعالى، إذا أجرت على الطعام، تأكل وتأخذ ثواب، يعني تأكل وتؤجر، هذا هو استحضار النية، تمام. ثانيا امتثالا لأمر الله، هذا هو الإيمان، واحتسابا، احتساب الثواب عند الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن هذا الحديث تسمعونه كثيرا يا أحبائي: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. الكل يشعر وأنه يندرج تحت هذا الحديث،
نعم، أنت تدخل في هذا الحديث ولكن من بابه الأول صام، فهل تدخل الدرجة الثانية؟ هل تدخل على تحصل على الدرجة الثالثة ومن ثم لتحصل على النتيجة وهي الغفران، جعلنا الله سبحانه وتعالى ممن يغفر الله له سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ التدبر هو الغاية الحقيقية من قراءتك للقرآن. طيب، الكل يتلو القرآن، هناك فرق بين التلاوة، هناك فرق بين ولها ثوابه، وهناك فرق بينها وبين التفسير وله ثواب، وبين التدبر. التلاوة كلنا يتلو القرآن، الجميع، هناك من يقرأ وهو ماهر في القراءة، وهناك من يقرأ ويتعتع وكما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام، وهناك من يفسر. التفسير القرآن معرفة معاني القرآن، نتفق على هذه المعطيات. أولا، التلاوة هي القراءة فقط، وهذا ما نفعله جميعا في رمضان، هناك من يختم مرة مرتين ثلاثة وهكذا. طيب، هناك تفسير، تفسير أي تقرأ التفسير، تعرف معاني الكلمات، معاني الجمل، أسباب النزول، لتعلم ما يدور حوله هذا المقطع من القرآن، 3 آيات 4 آيات، قصة كاملة. طيب، التدبر هذا هو الدرجة العالية، هذا هو معرفة المقصود ما وراء المعنى. التدبر معناه ما وراء المعنى، فالتفسير يؤدي إلى التدبر. طيب، من لم يعلم التفسير، هناك آيات محكمات ومنهم متشابهات، فالمتشابه خلاص لا نعه، إذا لم نعلم المتشابه وهو الذي لا نعلم معناه، لا يعلمه إلا العلماء، من المتشابه في القرآن من يعلمه إلا العلماء، ومن المتشابه في القرآن من لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. خلاص، نأتي إلى المحكم، المحكم الجميع يفهمه، تدبر هذا المحكم وهو أقل شيء في التدبر. المحكم يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، محكم، المعنى واضح، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، المعنى واضح، هذا يسمى في القرآن محكم، محكم أي واضح المعنى، تمام. طيب، كيف نتدبر على سبيل هذه الآية؟ أنا سمعناها كثيرا منذ 4 أيام إلى الآن. طيب، هل تدبرنا المعنى؟ معلوم، إذا التفسير معلوم، يبقى إذا القراءة خلاص، التفسير خلاص، التدبر إذا تدبرنا هذه الآية تجد أن الله سبحانه وتعالى قال شهر رمضان، كان ممكن يقول رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولكنه قال شهر لنعلم أنه شهر من الشهور، شهر معين من الشهور الـ12، تمام، شهر رمضان اسمه، إذن شهر رمضان تحديد لهذا الشهر خصوصية، ما هي خصوصيته؟ القرآن فيه ما يسمى بالتشويق إلى ذكر الخبر، التشويق إلى ذكر الخبر، وهذا باب من أبواب البلاغة. ما هو التشويق إلى ذكر الخبر؟ يذكر لك مقدمة لتشوق أو تتوق نفسك إلى معرفة ما هذا، ما هذا. ودائما القرآن فيه مقدمة ثم يدخل في القصة، وأحيانا يذكر القصة ثم يذكر ما هو عنوان القصة، مثل البقرة، قصة البقرة، ثم ذكر بعد ذلك السبب، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. هذا من تدبر القرآن، معرفة قواعد القرآن. إذا شهر رمضان، ما هو شهر رمضان؟ ما هو تعريف شهر رمضان؟ عفوا، مع الذي عرفه الله سبحانه وتعالى، الذي أنزل فيه القرآن. طيب، هذا هو التعريف، ده شهر رمضان، ممكن نذكر فيه تعريف كثيرة جدا، ولكن الله سبحانه وتعالى يذكر أهم صفة وأعلى صفة وأقوى صفة، وهي الذي تشعرك بعظمة الشهر، هذه الصفة، أنزل فيه القرآن. طيب، ثم ذكر بعد ذلك، يعني انظر إلى التدرج، انظر إلى التدرج، صفة القرآن. يبقى إذن شهر رمضان صفته أو ما يميزه أو أقوى ما يميزه الذي أنزل فيه القرآن، وكفى. كأنك تقول يا أخي، إذا ذكرت لك تعريفا لشهر رمضان لن أقول لك إلا أنه هو الذي أنزل فيه القرآن وكفى. نعم،
وهذا ودائما من قواعد القرآن يذكر المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة. المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة. وأيضا من قواعد القرآن وهو ما يسمى بإيجاز بالحذف كثير. عندنا عندما إن شاء الله في أثناء المحاضرة التدبر إذا كانت محاضرة أو كذا سنذكر القواعد أثناء الشرح. تمام؟ هنا للناس هنا لماذا ربما يسأل سائل، طب ولماذا أنزل القرآن؟ ولماذا انظر إلى التدبر؟ هذا هو التدبر. نحن الآن لا نفسر، المعنى معلوم، لأن التفسير هو المعنى معلوم. هدى للناس، إذا هذا مفعول لأجله كما يسميه علماء اللغة، مفعول لأجله، يعني إيه؟ يعني من أجل هدى هداية للناس. طيب للناس أرأيت لم يكن هدى للمؤمنين للمسلمين؟ لا، للناس، لكل الناس، لكل كلمة الناس في القرآن تعني الجميع. طيب هل هو هدى الناس؟ لا. انظر إلى كلمة هدى للناس، هناك نوعين من الهداية، هداية الدلالة، نحن الآن نتدبر، تمام، هداية الدلالة وهداية التوفيق. الهداية هنا تسمى هداية الدلالة، يدل القرآن يدلك على الطريق المستقيم، يدل جميع الناس وهديناه النجدين على المعنى الأقوى والذي عليه الجمهور، أن النجدين هو الخير والشر، طريق الخير وطريق الشر. هذه هداية الدلالة، أنت تسير في طريق وأنا قلت لك لا تمشي في هذا الطريق لأنه يوجد به حفرة أو فيه خطر. طيب خلاص أنا دللتك دلالة هداية، تمام، أنت أخذت بكلامي وذهبت إلى طريق آخر، هنا هداية التوفيق، وفقك الله سبحانه وتعالى لأن تأخذ بكلامي وأبعدك عن الشر، ولله المثل الأعلى. يبقى إذن هدى للناس، هدى إيه؟ هدى للناس أي هداية دلالة، دل الناس جميعا عليه، تمام، وبينات، ومن الهدى إعادة للتوكيد والفرقان. والفرقان هنا يفرق بين الخير والشر، يفرق بين الحق والباطل. إذا الحق واحد، القرآن أتى بطريق الحق وعلمك ما هو طريق الشر لتجتنب، يعني لم يتركك هكذا، لا، هذا هو طريق الحق، نعم، ولكنه ذكر لك أيضا طريق الشر لتجتنبه. هذه مقدمة. نحن القرآن من قواعد القرآن أيضا يعلمنا كيفية الحوار. أنت بين يدي الحوار تقدم مقدمة، لك طلب عند مديرك تقدم مقدمة، لك ستلقي محاضرة تقدم مقدمة، هكذا القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، نعم، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، نعم. ما الهدف؟ هنا التشويق إلى ذكر الخبر، من يسمع يقول وماذا ثم بعد، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا أتى الوجوب، والقاعدة الفقهية تقول الأمر يقتضي الوجوب، فليصم، من شهد منكم الشهر فليصم. طبعا من حضر، من أعانه الله ووفقه لأطال في عمره لبلوغ شهر رمضان، من شهد الهلال، هناك تفاسير كثير في من شهد منكم الشهر، والمهم المعنى واضح، من حضر الصيام أطال الله في عمره وبلغ شهر صيام فليصم. أمر، انظر إلى هذه الآية، نقرأها كثيرا نسمعها كثيرا في الصلاة منذ 4 أيام، انظر إلى التدبر، هذا هو تدبر القرآن. طيب من العلماء الصالحين من أعطانا مثل جميل جدا، ابن الجوزي رحمه الله في بستان العارف الواعظين قال إن مثل هذا الشهر، شهر رمضان، هؤلاء قوم كانوا يتدبرون ويضعون أمثلة ليقربوا وجهة النظر أو يقربوا التدبر أو يقربوا المعنى، وعندما تستشعر المعنى تستشعر القرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك من أفضل الدعاء قبل أن تقرأ القرآن أو قبل أن تعمل عمل، سأقول اللهم أشعرني بقربك، اللهم أشعرني بقربك، لأن هذا توفيق،
استشعار الكون من الله ليس بشطاره منك ولا لا، توفيق من الله سبحانه وتعالى. استحضار النيه توفيق من الله، هو الذي يذكرك. تمام، فمن ذكره الله باستحضار النيه ما شاء الله، والله انه لذو حظ عظيم. ها، ولكنه حظ عظيم غير حظ قارون. ها، هذا حظ شتان الفرق بين هذا الحظ العظيم وهذا الحظ العظيم. ها تمام. قال ابن الجوزي ان مثل هذا الشهر، يقصد شهر رمضان طبعا، كمثل الرسول لسلطان ارسله الى قومه. سلطان ارسل رسول الى قريه من القرى التي تتبعه. هذا الرسول سيتابع، سينتظر منه السلطان كما نسميه الفيدباك، يعني ايه، رد الفعل او تقرير عن زيارته لمين؟ لهذه القريه. فان اكرموا شانه، هذه القريه ان اكرمت شان هذا الرسول وعظموا مكانه وشرفوا منزلته وعرفوا فضيلته، ياه، رجع الرسول إلى السلطان شاكرا لأفعالهم، مادحا لأحوالهم، راضيا لأعمالهم. آه، ما هي النتيجة؟ ها؟ اللي هي إيه؟ غفر لهم ما تقدم من ذنبه؟ ها؟ غفر لهم، ما هي النتيجة؟ فيحبهم السلطان، ولله المثل الأعلى، فيحبهم السلطان على ذلك فيحسن إليهم كل إحسان. من ماذا يقصد من الجوزي بهذا المثل؟ يقصد به من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولكن لا تنسى، صام واحد إيمانا، اثنين احتسابا، ثلاثة، ثلاثة شروط لتفوز بالجائزة. ما هي الجائزة؟ غفر الله له ما تقدم. الجميع يفهم فهما ناقصا، من صام رمضان يبقى ان كل اللي يصوم غفر، لا، الايمان. الصديق رضي الله عنه قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والله، او فيما معنى الروايه الحديث، والله ما سبق ابي بكر الناس بكثير عمل ولا بكثير صيام ولا بكثير نفقه، ولكن بايه؟ سبق الناس بايه؟ لانه افضل الناس بعد الانبياء، ابو بكر الصديق رضي الله عنه. سبق الناس بايه؟ بشيء وقر في صدره. ما هو هذا الشيء؟ هو الذي نفعله اليوم في هذه المحاضرة، التدبر والامتثال لأمر الله، تعرف ما وراء الآيات، تعرف الكواليس، تعرف المعنى الخفي على الكثير. تدبر، إذن امتثال لأمر الله. أنا أذهب إلى الصلاة، تمام، الجميع يذهب إلى الصلاة، وأنا ذاهب إلى الصلاة استشعرت أني ذاهب لأن هذا امتثال لأمر الله، وأقيم الصلاة، استشعرت هذا، جاء في ذهني، جاء في ذهني، هذه درجة. تمام، بدأت دخلت المسجد وأبدأ استشعر نية أخرى، أحتسب الأجر، أحتسب الأجر عند الله، سيكافئني الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى الجزاء جزيل الثواب. هذه النية الثالثة، الرابعة بعد الانتهاء. طبعا الرابعة، هناك من قال أن الرابعة أثناء الصلاة الخشوع، وهناك من عدها ركن من اركان الصلاه، ولكنه ركن الى حد ما يصعب على الكثير، بدليل الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الناس في الصلاه الى الفائز بعشر الثواب، والفائز بالثمن، والفائز بالنصف، وهكذا. فالخشوع، هناك من العلماء يعني العاملين الربانيين من عد الخشوع ركنا، ولكنه اذا كان ركنا يعني نسال الله السلامه والعافيه، اذا كان ركنا فصلاتنا يعني ايه، ولكنه هذا راي، ولكنه ليس رايا يعني معذرة في اللفظ، لا، رأيا لا يعتدي به، ولكنه يفضل. لا، يفضل ليه؟ لأنه لك أنت، حتى لو قلنا، لو قلنا أنه ليس ركنا فهو لك، سيرفع درجاتك. الفرق، هناك من يصلي، رجل يصلي بجانب رجل، الفرق بين صلاة هذا وصلاة هذا كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض، أرأيتم؟ والاثنين يصلوا جنب بعض، بجانب بعضهم البعض، ولكن سبحان الله بإيش؟ بالخشوع، بشيء وقر في صدره. إذا هناك من يقرأ أحاديث، أنا الآن لا أذكر أحاديث كثيرة تسمعونها كثيرة، ولا أذكر عن رمضان آيات تسمعونها كثيرة، أذكر ما وراء الحديث، ما وراء الآية. تمام؟ وإن استخفوا، نرجع إلى كلام ابن الجوزي، وإن استخفوا برعايته
وهونوا لعنايته ولم ينزلوه منزلته من الإكرام. هو يشبه الرسول هذا رسول السلطان برمضان، تمام، أو يشبه رمضان بالرسول، تمام، وفعلوا به فعل اللئام. ما هو فعل اللئام في رمضان؟ ارتكاب المعاصي، الجهر أو الإفطار في نهارا في جهارا أمام الناس، يجهر بفطره، يرتكب السيئات، يختاب. طبعا تعلمون أكثر مني كل هذا الكلام. وفعلوا به فعل اللئام، لئام، انظر إلى كلمة اللئام، انظر إلى كلمة اللئام. لماذا؟ لأن شهر رمضان اعتبره أمانة، أمانة، ولا يفرط في الأمانة إلا لئيم. ولذلك أحسن ابن الجوزي التعبير بكلمة اللئام، لأن أنت تعلم أنه الذي يرتكب المعاصي في نهار رمضان يكذب، يغتاب، لا يصون لسانه، لا يمسك لسانه، جوارحه لا تصوم، بمعنى عام يصوم عن الأكل والشراب ولكن جوارحه لا تصوم، والعياذ بالله. هذا فعل فعل اللئام لأنه فرط في الأمانة، فرط في الأمانة. طيب، رجع الرسول إلى السلطان ليبلغه بتقرير هؤلاء الفئة، وقد غضب عليهم من قبيح أفعالهم وسيء أعمالهم، فيغضب السلطان لغضبه لأنه رسول السلطان، ثقة، شهر رمضان ثقة عند الله سبحانه وتعالى، وأكبر دليل على أن هذا الشهر ثقة عند الله أنه اختاره لنزول القرآن فيه، وأنه اختاره لليلة عظيمة تكون من ضمن لياليه، وهي ليلة القدر، خير من 1000 شهر. أرأيتم التمثيل؟ أرأيتم التدبر؟ إنما أتى ابن الجوزي بهذا، أنا أتيت به لشيئين، لهذا النموذج، أن هذا يعبر عن تدبر العلماء للقرآن، شهر رمضان، هذا هو من التدبر، هذا المثال الذي ذكره ابن الجوزي من التدبر، تمام. طيب، نأتي أيضا مثال بسيط لأنه بالمثال يتضح المقال. نحن نتكلم لنفهم، تدبر يعني تفهم، وسيأتي معنى التدبر الآن. لو جاءتك رسالة من إنسان تحب، تحترمه، توقره، لا أقول، لا شرط أن تحبه يعني حبا خاصا، يعني كما تعظمه، توقره، وهكذا، سينعكس ذلك الحب حتما منك على الرسالة التي تلقيتها منه. شخص تحبه وتوقره وتعزمه، جاءتك رسالة، ستكون في اشتياق لهذه الرسالة. هذا المثل من العبد الفقير إلى الله، اقتبسته من كلام الحسن البصري، ومن ثم تقرأها بكل تدبر واهتمام، لن تفرط في كلمة، ستقرأ كل حرف، ماذا يريد مني هذا الشخص الذي أوقره وأحترمه، أرسل لي رسالة، مدير المصلحة أرسل لي رسالة، أتخيل أن مديرك في العمل أرسل لك رسالة، والله لو كانت 10 صفحات لتقرأها كلمة كلمة، وتخشى أن تفرط في جملة ربما تكون هذه الجملة تحتوي على أمر معين ويسألك عنه وأنت غفلت عنه عند قراءتك. ده المدير يا شيخ، ده لا يعني أخشى كيف يعني، ممكن يكون هذه الجملة التي أغفل عنها فيها أمر ولا أفعله ولا أتيه، ولله المثل الأعلى. ومن ثم تقرأها بكل تدبر واهتمام لتعرف ما يريده منك، لتسعى بعدها جهدك في سبيل تلبية رغباته وأوامره. هذا بالنسبة، هذا المثال لمن؟ خلاص ذكرنا مثال لشهر رمضان، هذا المثال للقرآن، للقرآن، رسائل القرآن عبارة عن رسائل، استحضر هذا وأنت تقرأ القرآن. القرآن ما هو إلا رسائل وجهها الله وأرسلها الله لك عن طريق وحيه، رسوليه، رسول ملائكي ورسول بشري، لمن؟ لك أنت. لماذا؟ لأنه يريد لك السعادة، أرسل لك الأوامر
عن طريق رسول الوحي وهو جبريل عليه السلام، رسول البشري محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه يحبه، لأنه يريد لك السلامة. هذه هداية الدلالة. عندما يجد الله سبحانه وتعالى فيك النبتة الصالحة التي ويعلم الله سبحانه وتعالى فيك النية السليمة والامتثال، يوفقك توفيق أو يعطيك ويمنحك دلالة التوفيق. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. كيف ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء؟ ليس عليك هداهم، هداية التوفيق. أما ما على الرسول إلا البلاغ، هداية الدلالة. هنا التوفيق بين الآيات. ما على الرسول إلا البلاغ، هداية الدلالة، يدلون على الطريق الخير وطريق الشر. إنما ليس عليك هداهم، ليس لك علاقة بمن يستجيب ومن لا يستجيب. هذه هداية التوفيق. طيب، ورد عن الحسن البصري ما يؤكد هذا المثل، قال: إن من كان قبلكم قرأوا القرآن أو رأوا القرآن رسائل من ربهم. نعم، أحسن الحسن البصري والله، رسائل من ربه. نحن ذكرنا الآن الرسالة تأتيك من المدير، كيف تفعل فيها وتقرأ. تخيل لو تستشعر أنك عندما تقرأ القرآن كأنك تقرأ رسالة من صاحب عمل أو مدير أو من أبيك، أو لا يعني من أبيك، هذه يعني ربما، نسأل الله السلامة، الله المستعان، في هذا الزمان الأب لا يعني فقد من احترامهم من الأبناء كثير بسبب السوشيال ميديا والمسلسلات والكثير من الأعداء المسلمين والإسلام. تمام، المهم تستشعر أنها رسالة من مدير، من شخص تحترمه. اقرأ هذا القرآن واستشعر هذه النية. هذه النية هي بداية التدبر. إذا استشعرت أنها رسائل ستقرأها بكل عناية. فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. يا سلام، هذه خلاصة علاقتك بالقرآن. تريد أن أذكر لك علاقتك بالقرآن أيها المسلم؟ تدبر القرآن يعني بالليل، ربما تكون في هذه الأيام صلاة. لا بد أن نكون واقعيين. إذا أمرت أن تطاع فأمر بما يستطاع. أنا أقول طبعا أعلى درجات التدبر بالليل في الثلث الأخير، ولكن يعني لا أريد أن أقول شيئا يعني ربما يسمعه الكثير، ولكن يستصعبه فعلا، هذه حقيقة. ولكن تدبر القرآن، تدبر القرآن ونفذ ما فيه، لأن القرآن افعل ولا تفعل. القرآن افعل، أو الأحكام الشرعية أو الشريعة أو التقوى. ما هي التقوى؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم. تمام، ما هي التقوى؟ اتباع الأوامر واجتناب النواهي، ببساطة تعريف بسيط. تمام، لعلهم يتقون في شهر سورة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما هي التقوى؟ لأن من أهم الأشياء التي نبتغيها أو النهايات السعيدة أو النتائج الطيبة من شهر رمضان هو التقوى. هو التقوى، لعلهم يتقون أو لعلكم تتقون. هل لعل من الله هنا؟ لأن الله يقول لعل، هل هو لا يعلم؟ حاشا لله، لعل بمعنى لكي تتقون، فالله يعلم. ليس لعل من الله كلعل منا، فلعل منا تحتمل أن لا أعلم النتيجة، فالله يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم لو كان كيف كان، لو ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فلعل من الله ليست مثل المعنى بالنسبة لي، ليس بالنسبة لنا، لا، لعلكم أي لكي تتقون. تمام، إذا يتدبرونها بالليل، يتدبرون. قال انظر، لم يكن يقرؤونها، يقرؤون الرسالة، لا. هؤلاء الأناس العلماء الربانيين كانوا حريصين على كل لفظ يقولونه، فكانوا يتدبرونها ولم يكن يقرؤونها، لأن الكل يقرأ ونحن نقرأ كثيرا، نقرأ وأنا أعلم وأنا أقرأ أن هذه قراءة للتلاوة لابتغاء الثواب، ولكن هناك فرق في قراءة التدبر. فكانوا يتدبرونها، انظر إلى عظمة التدبر عند العلماء الربانيين.
وينفذونها بالنهار. معذرة لانقطاع الصوت، معذرة معذرة. طيب تفضل تفضل دكتور. نعم معذرة. طيب إذن يبقى يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار، تمام، هذا هو الهدف. طيب إذا نأتي إلى معنى التدبر، معنى التدبر هناك لغويين كما تعلمون كل جميعا طبعا أعضاء المنصة بسم الله ما شاء الله كلهم باحثين وعلماء، هناك معنى عند اللغويين ومعنى عند المفسرين. المعنى عند المفسرين هو الذي يقصد به التدبر. ما هو الذي يقصد به التدبر؟ القرآن. يبقى إذا المعنى عند المفسرين هو المعنى الشرعي. عندما نقول كلمة تدبر ذهنك سينصرف تماما إلى القرآن، هذا هو المعنى عند المفسرين. طيب أما عند اللغويين فيشمل معنى الكلمة في كل موضع تأتي فيه. أرأيتم التعريف في اللغة؟ أنا أقصد هنا التعريف لغة وشرعا، أو لغة واصطلاح. لغة هو المعنى عند اللغويين، اصطلاحا أو شرع عند المفسرين، تمام. يبقى إذن التعريف عند في اللغة هو كل ما يشمل المعنى اللغوي في أي موضع يأتي فيه، أو أي موضوع يأتي فيه كلمة تدبر. طيب إذن عند اللغويين أو في اللغة النظر في آخر الشيء، تدبر أي الخلف، الخلف يعني في آخر الشيء، عاقبة الشيء، تمام. أو النظر في يعني مثلا مثل إيه، يعني إيش النظر في الخلف؟ يعني كان الجيش عندما ينصرف هناك بعض من الفرق تنتظر لتتبع خلفية الجيش، هل تركوا شيئا؟ هل نسوا شيئا؟ هل هناك نساء مفقودة؟ هل هناك أشياء مفقودة؟ هؤلاء يتتبعون إيه؟ دبر الإيه الجيش، أدبار الإيه الجيش. فهذا خلف، هذا معنى التدبر في هذا المعنى، النظر في آخر الشيء. طيب والآن هناك معنى جميل في التدبر عند اللغويين، النظر في أول الشيء وآخره ثم إعادة النظر مرة بعد مرة. هذا يقترب جدا من التعريف عند المفسرين، لأنك عندما تتدبر الآية ستفعل هذا، النظر في أول الشيء. هو لماذا قال أول الشيء؟ لأن هذا تعريف لغوي، ليس له علاقة بالقرآن فقط، تعريف عام. طيب النظر في أول الشيء وآخره ثم إعادة النظر فيه. أنا أثق تماما أن من قال هذا، طبعا أنا لم أذكر المراجع، المراجع أود أن أقول أن المراجع التي أتكلم منها طبعا تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير المنير للزحيلي، الكشاف سأذكر الاسم، المهم أكثر من للزمخشري طبعا، كشاف الزمخشري طبعا، كتب اللغة. المهم أنا لم أكتبها لكي لا أطيل عليكم ولا أشوش عليكم في السلايد في الشرائح. من قال هذا التعريف هو يقصد، وأنا يعني أستشعر مقصده في القرآن، لأننا لم نتعهد على التعريف اللغوي أن يكون مثل هذا التعريف، النظر في أول الشيء وآخره ثم إعادة النظر فيه مرة بعد مرة. لا، أنت تقصد القرآن يا حبيبي، وهكذا. نعم هو تعريف لغوي ولكنه داخل في التعريف الشرعي. المهم التفكر في الأمر جميل، التفكر في الأمر من معاني عند اللغويين، النظر في عواقب الأمور، هذا أيضا يقترب من التعريف الشرعي، لأنك تنظر إلى عاقبة الآية، ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا في هذه الآية، عواقب الأمور. ذكر لنا آيات الترغيب، لماذا ذكر لنا آيات الترهيب؟ لماذا ذكر لنا آيات الإنذار؟ ذكر لنا آيات البشرى، البشريات، لماذا؟ هذا هو التدبر عند اللغويين. عند المفسرين واضح تماما وجميل. الحسن البصري يقول: وما تدبر آياته إلا اتباعه بعلمه، إلا اتباعه بعلمه، يعني تتدبر آياته يعني تتابع ما جاء فيه. طبعا هو يقصد نتيجة التدبر، لأنك لن لا عندما تتدبر ستعلم ما مراد الله سبحانه وتعالى بتوفيق الله، فتتبع ما جاء فيه. فهو هنا الحسن البصري يقصد يعني كما نقول جاب من النهايه، يعني تعريف التدبر بحسب الغايه، تدبر الغايه من التدبر اتباع ما فيه. هو ذكر ولذلك قال تدبر آياتي يعني اتباع بعلمه، اتباعه بعلمه يعني اتباعه عن علم وليس هكذا.
مقاتل طبعا من التابعين مفسرين طبعا، وتفسيره من اعظم التفسير الموجود، قال هو التامل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه. انظر الى مبادئه وعواقبه، اخذها مقاتل او الذي قال التعريف اللغوي اخذها من مقاتل في هذا الفاسد. قال النظر في اول الشيء واخره. مقاتل يقول في التعريف الشرعي وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك. الله، اذا المقاتل لانه مفسر اتعلم من القران ان القران لا يترك ثغره الا واجاب عنها. يعني عندما تكلم عن طرق السير الدواب، ذكر في سوره النحل الجمال والحمير ومنها تاكلون، ويخلق، وفي الاخر قال وفي اخر ايه ويخلق ما لا تعلمون. لم يترك الايه هكذا، والا كان الجميع الان حرم السيارات وحرم الطائرات وحرم كذا، ويخلق ما لا تعلمون، بعد الحديث عن وسائل التنقل التي كانت موجوده. ولذلك عندما يتنطع احدهم عليك ويقول يا اخي انت تحرم كذا وتحرم كذا، طيب خلاص السياره التي تركبها حرام؟ لا، قل له لا يا حبيبي، ويخلق ما لا تعلمون، وهذا من المباح. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في المباح انتم اعلم بشؤون دنياكم. الرسول قال ذلك؟ نعم قال ذلك. فلا يتخذوا من هذا شبهات، بل يتخذون للاسف، ويعني يستغلون ضعف العلم عند الكثير. تمام. المهم الطبري قال ليتدبروا حجج الله التي فيه وما شرع فيه من شرائعه فيتعظوا ويعملوا به. المعاني الآن أصبحت متقاربة. الزمخشري قال تأمل معانيه وتبصر ما فيه. البيضاوي قال التأمل في معاني القرآن والاستبصار بما فيه التأمل في أدبار الأمور. المهم الخلاصة أنه ليس قراءة عابرة. ألخص لك كل هذا، التدبر معناه ليس قراءة عابرة، ليس قراءة في كتب التفاسير. نعم القراءة العابرة لابد، وتستحضر الثواب، لابد من القراءة. لا لا تعلم، لا تستطيع التدبر، اقرأ. إياك أن تأخذ المعنى أنه البعض من العلماء أو الشيوخ بارك الله فيهم يقول أنت تعلم ليس القرآن بالمقصود به القراءة ولا مقصود به التفسير، ولكن المقصود به التدبر. طب يا أخي ممكن واحد يقول لك أنا لا أستطيع التدبر، إذا لن أقرأ طالما لن أثاب. لا، نقصد بك الوصول بك إلى أعلى درجات أو العليين، أما لا تستطيع إلا القراءة اقرأ واحتسب الثواب. تستطيع القراءة في التفسير، اقرأ التفسير واعرف المعاني واحتسب. استطعت التدبر، هذا هو المطلوب، كل درجة مطلوبة منك. من صام رمضان إيمان، من صام، أنا كثير يا شيخ مثلا أصوم ولا أستحضر، خلاص الله سبحانه وتعالى يعذرك بجهله ويثيبك. خزائن الله سبحانه وتعالى ملء. نحن نذكر العلم ونذكر أقوال الصالحين والتابعين ونتقرب إلى الله بهذا العلم، ولكن حساب الله خير. نحن ندل على الطريق الصحيح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الله نحن الطريق الصحيح أصلا. تمام. فنحن ناس مثل الناس، وعندنا ما يعرضنا للخطر مثل ما يعرض الكثير للخطر، ولكن نحن نتناصح وتواصل بالصبر، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. نحن نتواصل عندما يأتيك محاضر ويقول لك كذا وكذا، هو من باب التواصل، ولا بد من المحاضر أن يستحضر هذه النية أنه يتواصل، وليس أنه من باب علو والعياذ بالله، وإلا يفقد ثواب المحاضرة وإلا يفقد كل شيء، فهو جاهل، هو جاهل. ولكن دائما أي محاضر من إخواننا يستمعون يستحضر دائما أنه من باب التواصي بالحق، والتواصي يكون بين اثنين، أنت وهو مثل بعض، مثل بعضهم البعض تماما، هذا هو التواصي. إياك أن تأخذ أنك تذكر الناس من باب العلو والعياذ بالله، هذا من باب العجب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا العجب ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، الإخلاص. وهذا هو الذي وقر في صدر أبي بكر، ما سبق الناس بكثير علم ولا كثير صلاة ولا كثير صدقة ولا كثير، طبعا ولا كثير صلاة، يعني كان يؤدي الفرائض طبعا، ولا كثير صلاة تطوع. يعني أنا أحب دائما أن أوضح كل كلمة. تمام.
ولكن سبقهم بإيه؟ ها؟ سبقهم بشيء وقر في صدره. القرآن، طيب التدبر، هل هو الغاية الوحيدة من القرآن؟ ها، هناك غايات كثيرة، هناك غايات. يعني على فكرة أستاذ عدنان، غالبا ممكن نبقى إن شاء الله نرتب نستكمل في محاضرات قادمة إن تيسر إن شاء الله بإذن الله، يعني لأن التدبر فيه كلام كثير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص بإذن الله، لأن المحاضرة بقي فيها ثلث ساعة أعتقد، وأعتقد أن احنا سنحتاج إلى محاضرات أخرى حسب وقت المنصة إن توفر وإن تيسر إن شاء الله. طيب القرآن، نحن نتكلم عن التدبر، لا التدبر القرآن أرشدنا إليه لأنه أعلى درجات أو أعلى أهداف القرآن. تمام، ولكن هل القرآن، لا، هناك الإيمان هناك تنفيذ الأمر، عندما يأتي أمر من الله سبحانه وتعالى تنفيذ، هناك يأتي نهي اجتناب، هناك يأتي أحيانا يأتي خبر يصدق، إذن هو تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، هذه الغاية عامة. أه؟ كما يسمونها إيه الجماعة، اللي يقول لك برود ستيتمنت. برود ستيتمنت يعني إيه؟ جملة كبيرة كده، جملة عريضة ثم يندرج تحتها كل ما تريد أن تقول. ما هي هذه البرود ستيتمنت أو الجملة العريضة؟ لا، تنفيذ الأمر وتصديق الخبر. تصديق الخبر، ما المقصود به؟ الإيمان بالغيب. أخبرك الله، سورة البقرة سبحان الله أول آية من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب. لماذا الذين يؤمنون بالغيب؟ لأن هذا هو الهدف، من أنت تؤمن بالله، الله غيب بذاته بالنسبة لك، ولكن ليس غيب بالشواهد. فهذه فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحر ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على الخالق على اللطيف الخبير؟ هذه الشواهد. الكون من يديره؟ الله. إذا نحن نرى الله فعلا، ولكن نرى أفعال، نرى آياته الكونية، إذا نراه ولكن نراه بذاته يوم القيامة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين ينعم عليهم برضوانه ورضوان الله سبحانه وتعالى، والزيادة، الزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى. إذا الغيب، القيامة غيب، الحشر غيب، الميزان غيب، الجنة غيب، النار غيب. تمام، إذا تصديق الخبر هو يعني جل القرآن تصديق الخبر بالنسبة لنا نحن أمة محمد، أصحاب الأمم الغابرة أو قصص الأمم الغابرة غيب، قصة يوسف غيب، كل هذا الذين يؤمنون بالغيب. ولذلك عندما تستشعر أنك عندما تقرأ هذه القصص، تقرأ بأنك تستشعر نية أنك تؤمن بالغيب الذي أبلغك الله به، يا له من ثواب عظيم، استشعار أنك تؤمن بهذا الغيب. فعندما تقرأ قصة يوسف، قصة موسى، إبراهيم، حوارات إبراهيم، وكأنك تشاهدها، حوارات أنا أسميها حوارات إبراهيم، وأتمنى أن أعطي محاضرات، سلسلة محاضرات في هذه الحوارات، حواره مع أبيه، حواره مع قومه، حواره مع النمرود، حوارات جميلة تعلمك فن الحوار واستحضار الحكمة، وأن الله كيف يجري الحكمة على لسان أوليائه من حوارات إبراهيم في القرآن. تمام، طيب إذا الغاية ليست التدبر فقط، تصديق الخبر، تنفيذ الأمر، اجتناب النواهي، ولكن الله ذكر لنا التدبر خاصة، لأنه أساس العمل بالقرآن وتحكيم القرآن وتعظيم القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، انظر إلى الغاية، كتاب، وكتاب هنا أشير إلى، لأن أكثر أسماء القرآن وردت الكتاب والقرآن، الكتاب والقرآن، الكتاب هو الذي بين أيدينا، هذا هو المكتوب في السطور، القرآن هو الذي يتلى، هو المكتوب أو الموجود أو المحفوظ في الصدور،
بالدال. فذكر الكتاب لأنه بين أيدينا، معجزة بين أيدينا يراها الجميع، المعجزة الباقية ليوم القيامة. لماذا هو معجزة؟ لماذا هو معجزة؟ لأنه لم يستطيع ولن يستطيع أحد إلى يوم القيامة. هل سمعتم عن أحد أتى بآية في القرآن؟ 1400، نقول بقى يعني معاكم من 1500 بقى، احنا حافظين 1400 على طول كده يعني؟ لا، احنا قربنا من 1500. 1500 عام لم يأتي أحد بآية، ومن أتى بآيات ضحك عليه واستخفوا بعقله، كمسيلمة الكذاب عندما قال والعاجنات عجنا والخابزات خبزا ويا ضفدع يا ابن الضفدع، وش كلام يعني. بل الله سبحانه وتعالى أجرى هذا على لسانه ليعلم الناس أنه كذاب. طبعا لم يأتي أحد، لا خذوا هذه مني. الكثير من يقول لم يأتي أحد بآية، لا، إذا استطاع أحد. هناك آيات في الأول، في أوائل السور، تسمى الحروف المقطعة. لم يستطيع منافق واحد على وجه الأرض أن يأتي بأي 3 حروف ويركبها ويقول هذه آية مثل الآيات التي في القرآن. آمين. لا نعلم معناه. هذه من المتشابهات. متشابه كما ذكرت في المقدمة، متشابه يعلمه الله. تمام؟ هناك تفاسير واجتهادات حول هذا معاني الحروف المقطعة. هي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. طيب، حامي ألف لام ميم، أن يستطيع منافق من المنافقين أو أي أحد من المشركين أن يأتي ب3 حروف، أي 3 حروف، ويقول هذه آية؟ لم يستطيع حتى هذه، حتى هذه. لماذا؟ أتدرون لماذا؟ لماذا لم يستطيع؟ لأننا نكون عندما نقول حاني يسألك أحد ما معناها، تقول الله أعلم، لأن القرآن من عند الله. هو إذا أتى ب سين صاد عين مثلا، سين صاد عين، ستقول له بشرة وما معناها؟ لن يستطيع أن يرد، لن يستطيع أن يرد، سيقول لك الله أعلم. طب أين الكتاب الذي أتى به الله أرسله إليك فيه سين صاد عين؟ طيب، نحن بين أيدينا كتاب يقول فيه الله حامي ألف لام ميم. طب أنت تقول سين صاد عين، ما معنى هذه؟ لا تعلم، من عند الله. طيب آتيني بالكتاب الذي فيه سين صاد عين. فلا يستطيع، لن يستطيع. تمام؟ أرأيتم الإعجاز؟ هذا هو. لماذا القرآن معجز؟ هاجر، لماذا القرآن معجز؟ لأنه أتى في وسط وأنزل على أرباب الفصاحة والبيان والبلاغة والعلم. وقتها كان منهم من يسمع الآية يدخل في الإسلام. والله العظيم يا أحبائي، أنا أسمع، أنا أستشعر يعني عندما أقرأ أسباب دخول بعض الصحابة في الإسلام، بأنه دخل في الإسلام بآية، أو سورة طه مثلا مثل عمر بن الخطاب. تمام، دخل الإسلام بآية. لا لا لا، هناك شيء عجيب لا نعلمه نحن، هناك شيء عجيب في القرآن، معجز لا نعلمه نحن. لماذا لا نعلمه نحن؟ لأننا ضيعنا اللغة العربية. أنت تجد الآن، تجد من يكتب شهر بالنون في الآخر، كتاب كاف تاء ألف باء واو نون، كتاب على السوشيال ميديا. تمام؟ هذه الأمة ستعلم عندما تسمع آية تشعر بما كان يشعره الصحابة وأهل قريش ويدخلون في الإسلام. لا يمكن. ولكن نحاول ونحتسب النية عند الله، لأننا نحاول أن نقترب منه، نقترب منه، لا نترك الأمر هكذا. فالقرآن معجز. لماذا؟ هذا هو الإعجاز، كان يسمعه الكافر يدخل في الإسلام. تمام؟ وكثير على فكرة من علماء العصر الحديث حدث معهم هذا، حدث معهم هذا بالفعل. تمام؟ طيب، إذن كتاب أنزلناه إليك مبارك. والله سبحانه وتعالى عندما يصف شيء بالبركة فاعلم أن فيه الخير، أن فيه الخير الكثير. الله هو الذي قال فيه مبارك، ولذلك نقول رمضان مبارك وليس رمضان كريم، لأن الله هو الكريم. ها؟ فالأغرب أن من يرد عليك يقول الله أكرم، وكأنه يقارن الله برمضان، شيء عجيب. يقول رمضان كريم
ويرد عليه الاخر يقول الله اكرم. يا اخي تقارن رمضان بالله؟ اكرم الله اكرم؟ لا الله. اذا ولذلك عندما يقول احد اصدقائي لي الله رمضان كريم، اقول له الله هو الكريم. تمام؟ فانا رديت رد صحيح، عقيده من ناحيه العقيده صحيح، ومن ناحيه اخرى ارسلت له رساله بطريقه مهذبه ان الله هو الكريم. لا، لانكم الان تعلمون ان الناس يتلقون النصيحه بصعوبه الى حد ما الا من رحم ربي، وهناك من ينتظرون النصيحه وليس يتلقونها بصعوبه. لا والله حاشا لله، هناك من ينتظرون النصيحه وهذه حقيقه. تمام؟ اذا مبارك لماذا؟ هكذا وحي؟ لا، ليدبروا آياته. ليدبروا آياته فقط. شو، انظر إلى تدرج القرآن الجميل وبلاغته، وليتذكر من أولو الألباب. للأسف ليس كل أحد سيتدبر، وليس كل أحد سيتذكر. وهنا رسالة جميلة جدا من الله سبحانه وتعالى إليك أيها المؤمن، أنك إذا تدبرت القرآن وتذكرت آياته فأنت من أولي الألباب. هذا هو التدبر الذي أقوله الآن، فأنت من أولي الألباب. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تمام؟ طبعا الآيات كما ذكرت في المقدمة المستطاع، لأن هناك متشابه، هناك متشابه في أسماء الله وصفاته. ضل فيه كثير من الفرق، ليس عليك، أو اعلم ما يعتقدوه أهل السنة والجماعة وكفى. تمام؟ طيب هذا من المتشابه. هناك متشابه يعلم لا يعلمه إلا الله، دعه. هناك متشابه يفسره المحكم، نلجأ إلى المحكم ونفسر به المتشابه. هناك محكم كثير في القرآن، عليك بهذا، عليك بهذا. بداية، في البداية عليك بالمحكم معلوم المعنى، مثل كتاب، أنا يعني آثرت أن آتي بآيات محكمة، كتاب أنزلناه إليك مبارك يتدبر آياته. هذه محكمة معلومة المعنى، تدبرها. إذا تدبرت وتذكرت فأنت من أولي الألباب. الطبري قال: أي ليتدبر هذا القرآن من أرسلناك إليه من قومك يا محمد. هنا يقصد أمة الإجابة، الذي سيتدبر القرآن أمة الإجابة، لأن أمة محمد بمعناها العام كل من هو على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة هو من أمة محمد. خلاص؟ ولكن هو من أمة محمد، أمة الدعوة. أمة الدعوة، أي الذين علموا بدعوة محمد، سواء مؤمن سواء مشرك. طبعا أوروبا كلها علمت بدعوة محمد، مثلا أمريكا كله ده علم بدعوة محمد. هذه أمة محمد، كلهم أمة محمد، ولكن أمة الدعوة علموا بالدعوة وعلم بالنبي وعلموا بالنبي هذا الدعوة. ولكن أمة الإجابة المسلمين، لأنهم استجابوا لله وللرسول عندما دعاهم لما يحييه. يدبروا هذا القرآن، من ليدبر هذا القرآن من أرسلناك إليه. هنا يقصد أمة الإجابة. طيب هناك يعني أسلوب من أساليب القرآن تبكيت للغافل. يبقى هنا الآية الأولى أنا أتيت بها لأجل لأذكر يعني ترغيب، هذا يسمى في القرآن ترغيب وترهيب. ترغيب وترهيب. ترغيب يعني إيش؟ ترغيب يعني من يتدبر القرآن ويتذكر القرآن ويعلم أحكامه وينتهي عن نواهيه فهو من أولي الألباب. هذا ترغيب، يرغبك. طيب أفلا يتدبرون القرآن؟ طيب ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. ترهيب يعني هذا الكتاب أيها الناس، لو جاءكم من عند غير الله وادعى مثل بعض الكتب، بعض الطوائف ألفت قرآنا، تجد هذا القرآن فيه الغص وليس فيه السمين، كله غص. تمام؟ هذا من عند غير الله لوجدوا فيه. طب هناك من يعني يتفزلك معذرة يعني ويتنطع ويقول يعني ممكن نجد فيه اختلافا قليلا يا شيخ. لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي لن يجدوا فيه اختلافا كثيرا، وبالتالي لن يجدوا فيه القليل. هو ذكر الكثير ويتضمن القليل، هذا هو المعنى.
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وبالتالي القليل، وبالتالي القليل. بعضهم والله يسأل هذا السؤال، انا لا آتي من عندي. تمام. افلا يتدبر القرآن صيغة استفهام للتوبيخ وللتبكيت لمن اعرض عن التدبر، لمن اعرض عن التدبر. وهذا من يسمونه العلماء في القرآن من حوار الله سبحانه وتعالى معنا التنزل لمقام المخاطب، التنزل لمقام المخاطب. الله يتنزل لمقامنا، فهو الخالق، والا فهو الخالق. والله ان لم ييسر الله سبحانه وتعالى القرآن للذكر لضعنا، ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ القرآن عندما نزل على، لو انزلنا، اذا نزل هذا القرآن على جبل رأيته خشعا متصدعا من خشية الله، والله سبحانه وتعالى يسر لنا القرآن لدرجة أننا نقرأه ونحن سيهون. نقرأه هكذا يجري على ألسنتنا. هذا من فضل الله علينا والله. يا أحبائي استشعروا أن هذا كلام الله، استشعروا أن هذا كلام الله. هذا الكلام هو كلام الخالق الذي خلقه. القرآن الذي بين يديك هو كلام ربك، كلام ربك الذي خلقك. استشعر كيف جعلك تستطيع أن تقرأ كلامه، نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. تمام. يبقى تقرأ كلامه ويسر كلامه على لسانك، ها، ولا تتدبره. هذا القرآن إذا حاول أي بشر أن يأتي بمثله، طبعا هنا ولو كان من عند غير الله، أي ليس شرطا قرآن كامل، لا، لو أتى بآية واحدة لوجدوا فيها اختلاف كثير في الآية. مثل وهذا حدث من مسلما الكذاب وبعض المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني عندما يقول والعاجنات عجنا والخبزات خبزا، بيشرح لك قصه حياه الرغيف الخبز. يعني انا مش عارف، يعني بيشرح لك البصوي المسار اللي مشي عليه رغيف الخبز لغايه ما جالك، لغايه ما جه حد. يعني مش، لا استطيع. هذا هو الاختلاف الكثير. يعني الكلام في التدبر كثير، وأرجو أن يكون معنى التدبر وصل، فهذا هو الهدف من المحاضرة. كيف تستشعر التدبر؟ كيف تستحضر النية وأنت تقرأ القرآن؟ أولا بنية الثواب، الاحتساب لله سبحانه وتعالى، تدبر القرآن. كيف تستشعر الصيام وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن؟ تستشعر وتتدبر الآية التي تسمعها كثيرا، شهر رمضان الذي تتعلم منها كيفية الحوار. الله أعطاك مقدمة شوقك إلى ذكر ما هي النتيجة، ها؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم، قد مقدمة. ميز شهر رمضان بإيه؟ أنزل فيه القرآن. إذن هو شهر عظيم، شهر مبارك، ها؟ شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات، ها؟ ترفع فيه الدرجات، تغفر فيه السيئات، شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده بأنواع الكرامات، ويجزل فيه لأوليائه العطيات. ها؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بصيامه، فقال من صامه إيمانا واحتسابا. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إيانا بصيامه، من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. صام، هذه درجة، إيمانا، هذه درجة، احتسابا، ها، هذه درجة. والفرق بينهم النية، سبحان الله، الفرق بينهم جميعا النية، استحضار النية. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأستودعكم الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا نعمة التدبر ونعمة النظر والتفكر في هذا الكتاب العظيم، كتاب الله سبحانه وتعالى، كلام الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول، وإن شاء الله إذا كان يعني في هناك فرصة أخرى سنحدد الموعد مع الإخوة المسؤولين القائمين على هذه المنصة المباركة، ونشرح إن شاء الله معنى القرآن، وهناك الخير الكثير في هذا الموضوع، وهو موضوع التدبر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.